الخير لكل المشاهدين اللي عم ترافقوا معنا بهالسهرة، سهرة عمر بتابع حتى بعد المونديال مع كل يلي شهدناه بهالشهر الرياضي بامتياز. نحن وياكم منتابع لأنه صيفية لبنان هالقد حلوة بمهرجاناتها بحفلاتها بسياحة حلوة يلي بعد ما حجز لحتى يجي لعنا يجي على صيفية لبنان الحلوة. سهرة عمر بتابع مثل كل أسبوع نحن وياكم نجوم فنانين ناس من المجتمع الفني الإعلامي وحتى أوقات الرياضي كمان نجوم بمجالهم، نحن وياهم منكون بسهرة من العمر. ليلة سهرة مميزة لأنه شخص يلي عم نحتفل فيه فخر للبنان، من لبنان للعالم العربي لكل العالم، وقف على أبرز المسارح حول العالم وشرف لبنان حتى رسي وهو اليوم وطنيا قائد الأوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية، كمان هو قائد الأوركسترا المرافقة للسيدة ماجدة رومي. إلى جانب كل الأعمال هو إنسان هالقد فنان بأخلاقه بعمله، فنان بتعاطيه مع أمور الحياة، نلمس هالشي من كل بصمة بيتركها بكل عمل بيشارك فيه. صيفية لبنان حافلة وأهم المهرجانات رح تكون من توقيعه من بعلبك لأهدن للأرز، ثلاث أقطاب رح يمضيهم هيدي الصيفية، وأكيد أخبار كثيرة عنه ومعه. منحكي بمسيرة عمر من الطفولة، هو يلي منه غريب أبداً عن البيت الفني يلي ربي فيه وقدر هالقد ينجذب للموسيقى وتسرقه لحتى صارت هي عالمه كله، وقدر بأنامله بحنكته بعناية لدائماً شخصين على كل العازفين حتى يكون قائد أوركسترا، قائد على كل أوتار العزف بكل ما الكلمة من معنى. الليلة ضيفة فنان منفتخر فيه وحلقة أكثر من سهرة عمر وأكثر من سهرة رائعة نحن وياه، المايسترو لبنان بعلبكي. لبنان مساء الخير. أهلا وسهلا. يا هلا تفضل. شرفنا. ميرسي لك وميرسي على هالمقدمة الحلوة الصادقة اللي يعني عن جد هيك هيدي مقدمة بتختصر محبة لبنان كله للبنان الشاب يلي يعني هالقد منفتخر فيه، وهالقد إذا بدنا نجمع لبنان بإنسان ما فينا نكون أكثر من هيك، يعني مع لبنان بعلبك جامعين قلبا وقالبا. اليوم لما نحكي عنك قائد أوركسترا، لما نحكي عنك هالقد إنسان بتبحث عن التفاصيل بكل شغلة بتأديها بكل شغلة بتقدمها، اليوم رح انطلق معك من عنوان انك تكون قائد اوركسترا. كلنا بنعرف التعريف، كلنا بنعرف شو بيعمل قائد الاوركسترا، ولكن بتعريفك انت بخبرتك انت بالهويه يلي صنعتها هيدا الشاب يلي بعينيه زرق يلي ما فينا الا ما نتطلع فيه وبيأسرنا لما يكون عم بيقود عدد كبير من الموسيقيين ومن الفرق ومن المؤديين والمغنيين كمان، شو تعريفك انت من بعد كل هالعمر يلي قضيته لحديت اليوم مع خبرتك لقائد الأوركسترا؟ قائد الأوركسترا فيني أقول هو نافخ الروح بالموسيقى، يعني هو الشخص اللي بيعطي الموسيقى روح لتحكي. هيدا إذا بدك هيك بالتعبير الإجمالي. قائد الأوركسترا هو فنان منظم، هو مؤدي للأعمال الموسيقية اللي بيحضرها وبيفوت بأبعادها كلياتها بمطارح، بيغوص بما أبعد من هو تفكير المؤلف. يعني هو قائد الأوركسترا هو مؤدي القطع اللي المؤلفين بيكتبوها، ولكن ببعض الأحيان خاصة هذا بينطبق كتير على الأعمال الموسيقية الضخمة الأعمال الكلاسيكية، نعم قائد الأوركسترا هو هذا الشخص اللي بيفوت إلى ما ورائيات الأصوات اللي انكتبت على الورق، النوتات اللي انكتبت على الورق، وبيعطيها هيدي الروح. هذه الحالة اللي بتروح فيها لعالم تاني لما تكون عم ترسم خطوط السمع يلي منكون عم نستمتع هالقد بالأداء يلي عم نشوفه، أداء لما بتكون أنت واقف هيدي الوقفة بتكون منتقل لعالم تاني، بتكون بعالمك الخاص بابل هيك ما حدا بيقدر يخترقها بهيدي اللحظات.
هو في شيء من العالم الخاص، بس ما يعني انا ما بحب اسميه من العالم الخاص، هو تركيز مطلق على تأدية العمل الموسيقي. يعني فيني اقول لك يمكن بعض الناس تتخيل انه الموسيقي هو عم يعزف بيكون عم يتخيل مشاهد وسهول خضراء وسماء زرقاء وما بعرف شو، لا، الموسيقي هو عم يؤدي عمل معين، ان كان سوليست او قائد اوركسترا، بيكون عم يقرا كل الموسيقى اللي عم تحدث ولكن بشكل مسبق عن الصوت اللي عم تسمعه الناس. يعني انا وهي والموسيقى ماشي، بكون انا عم بسمع الاصوات اللي جايه لاحقا لكون عم حضرها، فلا بيكون في تركيز مطلق على تاديه العمل اكثر من انه هو مرحله فيها من الحلم او فيها من الخيال. لا، ما في مجال للخيال وما في مجال لفقدان التركيز ولو للحظة واحدة. يعني أكيد لبنان اليوم، أنت قائد أوركسترا الفيلارمونية الوطنية اللبنانية، اليوم لما نحكي عن الأوركستراسيون، لما نحكي عن هالقيادة ومنحكي عن وضعنا بدول العربية اليوم، صحيح في اهتمام وانتباه كتير كبير على الجيل الشباب الناشئ لحتى يكونوا عم ينجمعوا موسيقيين، كتار كمان عم يتوجهوا للخارج مثل ما حضرتك، ورح نحكي بعد شوي كمان يعني أتميت دراستك كمان بالخارج حتى ترجع بكل هالحصاد وتصبه بلبنان بعملك. اليوم كيف بتقيم وضع الأوركسترا على صعيد الوطن العربي؟ دائماً ببعض الأحيان بنسمع بنقص في تغذية لبعض المناصب، في تغذية لبعض كمان القطع الموسيقية، بحيث أنه بيستقدموا عازفين من الخارج. صح. اليوم صح. كيف تقييمك الخاص من بعد خبرتك عربياً ولبنانياً؟ ليك، أنا برأيي الأوركسترات، عنصر وجود الأوركسترات بالدول هو دليل على عافيتها الاجتماعية والثقافية. يعني مش بس الوجه الثقافي، هو وجه اجتماعي ثقافي وجود الأوركسترات. لأنه ليه عم بعمل هالربط؟ الأوركسترا هي أكيد عنصر ثقافي، ولكن بنفس الوقت جاذب للعنصر الاجتماعي. يعني الناس وقت اللي بتجي بتحضر عم كيف بدي اقول، يعني عم عندها وقت لبناء حياه اجتماعيه معينه، هيدي بتعبر عن رفاهيه المعيشه بدول معينه. فقدان هيدي الاوركسترات من الدول، من البلدان، من المجتمعات، هي دليل على فقر معين. هلا نحن عندنا هون شوي يمكن اذا بدك بلبنان في بعض التناقض، لانه الاوركسترا ما زالت مستمره بس بحاله مقاومة شديدة. يعني نحن الأوركسترا بتأدي أعمالها بكنيسة مار يوسف بمونو، وشكر كبير للقيمين على هذه الكنيسة، ولكن ما عندنا مسرح تأدي عليه الأوركسترا حفلاتها. هذا بجانب. بالجانب الثاني، دليل عافية موسيقية إذا بدك وجود هذه الأوركسترات، يعني معناتها أنه التعليم الموسيقي بالدول عم يكون بشكل له انتاج. دائما نتاج تعليم الموسيقى هو تكوين فرق موسيقيه، كانت صغيره او كبيره، مش ضروري يكون في اوركسترات سيمفونيه او كلاسيكيه. بس ضروري كثير بالمجتمعات يكون في تركيبه موسيقيه معينه او مجتمع موسيقي معين، لانه هذا من قبل التاريخ. يعني اذا بدك من ايام الفراعنه كانت موجوده هذه المجموعات الموسيقية اللي كانت تأدي أعمال وتشتغل مع بعضها، لأنه هيدا بيؤدي إلى تطوير كل المسار الموسيقي والنمط الموسيقي بكل المجتمعات. يعني الموسيقى هي بتبث روحها، أو المجتمع بيبث روحه بهذه الموسيقى. في نقص عنا أكيد ببلداننا العربية. هذا نقص منشو ناجم علماً. إذا بدي أرجع شوي لتاريخ الأوركسترا بلبنان، يعني مطلع التسعينات كانت ثورة، وهون كمان ما فينا ما نوجه تحية لروح المايسترو وليد غلمية كمان، اللي كان له فضل بهذا الإطار وبهذا الموضوع، وكان لبنان السباق بين الدول العربية. اليوم لنكون واقعيين، اليوم لبنان وين من الدول العربية يلي كمان عم تنمى بسرعة، عم تتعلم بسرعة، عم تتطور، عم تشتغل على حالة؟ هل لبنان اليوم على هالمسار السريع أو لا؟ فيكون أفضل من هيك بكتير برأيك؟ أكيد لبنان فيكون أفضل بكتير، مش مقارنة بالدول العربية، لبنان فيكون أفضل بكتير نظرا للتاريخ الفني بلبنان، ونظرا
اذا بدك ما بعرف كيف بدي اسميها بوتنشل يعني للموجود عندنا نحن مواهب كثير بلبنان، وفي اهتمام بالموسيقى بشكل عام، لانه اجتماعيا شوي في نظره منفتحه اكثر على الموسيقى بلبنان من غير دول. طبعا الدول المحيطه كمان نعم. بتشاركنا نفس التوجه، يعني مصر وسوريا فيها نفس الانفتاح الموسيقي. لبنان اكيد قادر او ممكن يكون بمصاف يعني دول الرأي موسيقيا، بس في ما في مهرب نظرا للحرب اللي مرقت على لبنان 15 سنة ومن بعدها 15 سنة وأكثر لحد اليوم. طبعا في الوضع الأمني اهتزاز والاقتصادي دائم، والموسيقى ما فيها تعيش مع الاهتزازات الأمنية، بكتير صعوبة بتعيش، لأنه الموسيقى هي يعني بكل المجتمعات كانت دائما كيف بدي أقول مثل مراية المجتمع اللي فيه رفاهية، يعني أنت وقت اللي تكون مأمن كل كماليات كل هي أساسية أنا بعتبرها، بس أنت إذا يعني كأب إذا عندك أولاد بتأمن لهم كل متطلباتهم، إخشي بتبعتهم يدرسوا موسيقى. فنحن هذا كان مفقود عنا، ولحد اليوم يعني بعد الناس والعائلات بلبنان عم تتصارع بقضايا ما عم تفضى تبعت أولادها لتدرس تتخصص بالموسيقى. عم يكون في أولويات رغم هيك للأسف. رغم هيك بقول لك إنه في عدد كبير من التلاميذ اللي بيقدم على الكونسرفاتوار، يعني بكل لبنان في حوالي 5000 تلميذ بلبنان. اليوم المستوى من خلال يعني معينتك كمان عن كسب، من خلال قيادتك للأوركسترا، من خلال تالنتس الجديد اللي أوقات بينضموا بينعطاهم فرص كمان، كيف تقييمك لهالطلاب لهالجيل الناشئ اليوم؟ بعد في تقييم للموسيقى، بعد في هالاحترام الموسيقى يلي كان موجود، لأن صرنا بعصر التكنو، صرنا بعصر الميوزك يلي إلكترونيك أكثر من أنه هي سيمفونيك، مع أنه المنبع أكيد واحد. أكيد المنبع واحد طبعا، هي مسار موسيقي متكامل، أنا ما بلاقي في مانع بأي نوع موسيقى، المهم يكون في شغل على نوع معين موسيقى. طبعا مش يعني هيدا نحن بس نقول موسيقى، ما بكون عم نحكي عن شبه الموسيقى اللي هي فيها شوية تشويه للأعمال الموسيقية. إذا بدك كيف شوف، في مواهب عنا كتير، ولكن ما في هالإنتاج للموسيقيين بشكل حقيقي. يمكن في ثغرات تعليمية، إنه ما في وقت، يعني التعليم بعده بأوروبا إذا بدك وقت اللي بتروح تدرس موسيقى بتعطي كل وقتك للموسيقى، لأنه الموسيقى ما بتتقبل إنه تكون عم تعطيها جزء من وقتك أو انه عم تعاملها كماده هيك للهوايه، اذا بدك اياها هوايه بتضل هوايه. الاحتراف الموسيقي بده تفرغ، وهيدا اللي بعده ما وصلنا له بلبنان، حتى التلاميذ اللي يعني حابين يوصلوا لمطرح بعدهم ما عندهم قدره التفرغ الكامل، لانه يمكن السيستم او المنظومه التعليميه طبعاً. للموسيقى شوي مختلفه او ما عم تعطي هيدي النتيجة. نعم. لبنان من خلال عملك، ورح أرجع أتوقف بعد شوي عن تحديات الموسيقى العربية، لأنه أنت بتحكي بشحب الإنتاج بحق هالموسيقى، رح نحكي كمان عن تحضيرات لحفلات ومهرجانات الصيف من بعلبك للأرز لأهدن كمان، ولكن أنت بعلاقة استثنائية مع كبار من الوسط الإعلامي يلي ما منقول اسم لبنان بعلبك، يلي هو بالعمر شاب وصغير ولكن بالخبرة وبالوقع هالقد في احترام، وما في ما أتوقف ببداية الحلقة مع شخص بكن له كل احترام وكلنا بالوسط الفني، لأنه رأيه بهم لما يحكي بيكون عم بيصيب وعم بيصوب بنفس الوقت، ناقد فني وصحافي، الصحافي محمد حجازي. مساء الخير. مساء الخير حبيبي، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. أنا ببيت الدين، راح نحاول يعني أعطيك الكلام إذا حسيت أنه ولي دردشة طبعا، يكون لأنه قاعدين راح يبلش العرض بعد شوي، يعني عم نسرقك من مهرجانات بيت الدين لنربحك شوي معنا حبيبي. بحلقة المايسترو لبنان بعلبك، وشرفتنا على كل حال أستاذ. لما نحكي عن لبنان بعلبك، عن هالتجربة الفنية يلي منتشرف فيها كناقد فني، كصحافي، كمرافق
وكشخص بيلفته هالموهبة الفنية اللي بيتمتع فيها لبنان، كيف بتقيم وشو بتقله للبنان اليوم لمسيرته لقدام؟ عزيزي، أول شيء عم بحكي عن شخص يعني يمكن كنت أنا أول الناس اللي باركوله، والناس اللي كتبوا إجابا عنه، والناس اللي حكيوا عن العصا، عصا الإدارة الموسيقية تاعيته، وأنا من اللي حكيوا قديش كانت وقفته كمايسترو مهمة، وقدي إدارته مهمة، وقدي كل اللي بيعملوا مهم. هذه موهبة لبنانية راقية لها مستوى، وأنا برأيي لما بيختاروا مدام ماجد الرومي أو بيختاروا أستاذ جورج خباز ليكون معهم، هيدا نوع كمان من تكريم لهالموهبة المهمة. ويبدو أهله لأستاذ لبنان كانوا عارفين أنه راح يطلع مشهور بعدين، فسموه أحلى اسم بالدنيا، سموه لبنان. صحيح. وشو ولبنان وبعلبكي، وبنفس الوقت هو جنوبي، يعني هذا هاي الموهبة الكبيرة حاكم البلد بدون ما تحكمه، حاكمته بالفن وبالاسم الطيب. نعم أستاذ محمد، ما راح نأخرك أكثر من هيك، ولكن إذا بدك تقله للبنان نصيحة شو بتقله؟ أنا بكل بساطة كان رأيي دايماً بعلاقتي مع أستاذ لبنان أنه بواكبه تقريباً في أي مكان بيروح يقدم فيه أي شيء أو بدير فيه فرقة موسيقية، كان دايماً قله أنت الوحيد اللي ظهرك بيعطي حضور وبيعمل كاريزما مثل وجه أهم نجم بالعالم. فهلقد هذه الموهبة لها قيمة، هلقد هذه الموهبة حاضرة، هلقد محترمة عند الفنانين، وهلقد بس تكون أنت بأي مكان عم بيقدم فيه عم يدير فيه فرقة موسيقية بتحس هذا الشاب قديش قادر يكون حاضر وقدي قادر يكون عمالي بدير فرقة موسيقية مهمة. عن جد التحية له. إيش زقفي من بيت الدين كأنه زقفي للبنان هاي. تسلم يا أستاذ محمد. أستاذ محمد أستاذ محمد شرفتنا بهالمداخلة ولو كانت سريعة، على أمل اللقاء المطول. نحن منكبر بحضورك ببرنامجنا وبمداخلتك، ونتمنى لك ليلة ممتعة ببيت الدين. شكرا لك الناقد الفني والصحافي محمد حجازي. يا هلا. تأمر حبيبي، باي باي. أهلا وسهلا، الله معك أستاذ. يعني بهذا الكلام واحد ما في إلا ما دايما يبحث عن على أعلى مستويات الشغل والجهد والنشاط، لأنه بس يكون في نائد ومتذوق فني على مستوى محمد حجازي ويحكي معك هيك حكي، ما فيك تضل بنفس المطرح اللي عم تشتغل عليه، بدك تلقائيا تبلش تبحث على أماكن أعلى وأهم إنك تشتغل على، يعني مستويات أعلى طبعاً وأهم تشتغل عليها. طبعاً. أنا أستاذ محمد بمطارح كتير كنت أتصل فيه وأطلب نصيحته بمواضيع معينة خاصة بأعمال معينة بدي أديها أو بأفكار معينة، وكانت نصيحته دائما صائبة جدا، لأنه جامع أول شيء تاريخ من مرافقة الفنانين والوسط الفني وصاحب ذوق رفيع بالفن وبالموسيقى وبكل ما هو جميل، وجامع بين يعني الفهم للموسيقى الشرقية وكل الفنانين اللي بيشتغلوا بالوسط الموسيقى الشرقية والعربية، وكذلك الأمر الموسيقى الكلاسيكية، يعني بيجي بيستمع بيحضر بالكنيسة الحفلات صحيح متذوق وفنان وناقد من الطراز الرفيع اللي منفتخر فيه بلبنان. رح نتابع على كل حال، رح نحكي عن تحضيرات الصيف، رح نحكي عن لبنان البعلبكي الجنوبي يلي مثل ما قال استاذ محمد جامع وطن كله بشغل هالقد منفتخر فيه وهالقد من قدره. رح نحكي عن تحديات المهنه، ورح نحكي بفقراتنا كمان نرجع بالزمانات لطفوله، نحكي اسرار، والختام كمان مع الصحافه. الحلقه طويله انا وياك الليله لبنان، شرفتنا. اسمح لي نفوت على بريك اول بحلقتنا لليله، ولكن قبل ما فينا الا ما نستمتع ونشارك المشاهدين بقيادتك الرائعة للأوركسترا. من بعدها منفوت على فاصل مباشرة ومنتابع مشاهدينا سهرة عمر مع نجمنا بها الحلقة المايسترو لبنان بعلبكي.
مشاهدينا متابعين احنا وياكم سهرة عمر ليلي مع نجمنا مايسترو لبنان بعلبكي. بذكركم كمان انه فيكم تتابعونا عبر السوشيال ميديا ومن خلال هاشتاغ سهرة اندرسكور عمر حتى دايما نكون على تواصل، تعطونا رايكم وتكونوا عم تتابعوا الحلقة كمان معنا على السوشيال ميديا. لبنان تابعين بالقسم الثاني بالاخبار. لما نحكي عن لبنان يلي وقف على مسارح عالمية يلي كمان أثقل دراسته خارج لبنان، شو بتعطي الخبرة لما الواحد يختلط بموسيقيين بناس ما بيشبهوه، مش من حضارته، مش من ناسه، مش من ثقافته؟ شو الإضافة يلي بيخدها الواحد؟ شو التميز يلي بيحصل عليه؟ كل أنواع التجارب بالشغل الموسيقي كلياتها لها تأثير، لأنه الحياة الموسيقية لأي فنان ما فيها تستمر كل يوم نفس الشيء، يعني كل يوم الفنان بيتغير نظرا للاتجاه اللي هو عم يروح عليه، ان كان اتجاه التفكير او شو بيسمع او بمين بيلتقي. فكل التجارب ايام بتكون يمكن بعض التجارب مش كتير جيده، ايام تحضر عمل ما بيكون عاطل، ايام تحضر اعمال او انت بتشارك باعمال جيده جدا او وسط او الى اخره، هيدا كله بياثر على مسير تطورك أو تطور مسيرتك الفنية إذا بدك تقول. فبرأيي أنا كل تجربة، كل وقفة على كل مسرح هي حياة جديدة بعيشها الفنان، وبيكمل على 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 من مطرح اللي كان عليه. ففي يعني هذا إذا بدك هيك بالشكل العام، بس بالتفاصيل كل مطرح بتروح عليه له روحه، اللي بتحسها، اللي بتحس الناس اللي قبلك اللي كانوا قاعدين، الناس اللي عم تشتغل معهم الأوركسترات. انت كتير اوقات بتروح على اماكن على أوركسترات ما بتعرف ولا اي عنصر منهم، بس تشتغل معهم على مدة اسبوع لحد ما توصل لنهار الحفل. بس تكون قاعد عم تشتغل خلال التمارين بيكون في روح بين الموسيقيين وقاد الأوركسترا كأنهم يعني اصدقاء من زمان، وبعدين بتفل ويمكن ترجع تشوفهم يمكن ما ترجع تشوفهم. هيدي اللحظات إلها سحرة، لأنه انت عارف حالك رايح تعيش تجربة حتبلش وحتخلص بوقت معين ووقت نسبيا قصير. رح تقدوا عمل في كتير من المسؤولية مع بعض، رح تتشارك، رح تتساند انت وأشخاص ما بتعرفهم وما بيعرفوك، بس خدمة لهيدا العمل الموسيقي وحبا بالموسيقى. بس ينتهي هيدا الشيء بيبقى هيك ذاكرة حلوة أو ذكرى حلوة، فعلا كانك عشت حياه كامله خلال كم يوم. يعني هالقد الموسيقى فيها سحر، قادره تكسر الحواجز وقادره تقرب. على كل حال قد ايه في تميز اكثر وقد ايه في خصوصيه لما يكون لبنان بعلبكي قائد الاوركسترا بحضور سميه بعلبكي؟ بعرف يمكن منه جديد بنوعه السؤال، وخاصه لما نحكي، ولكن المشاعر قد ايه بتكون هيك لها طابع خاص، وانت قد ايه بيكون في مسؤوليه وبنفس الوقت بيكون في اكثر من حب، بيكون في عشق بيلي عم تعمله قدام سميه اللي بوجه لها كل تحيه. وحلقتها بسهره عمر من اجمل الحلقات يلي طبعت سيزون 2 كانت بفالنتاينز، بتذكرها. في الشغل مع سميه او الوقفه حد سميه في لها يعني الاحاسيس فيها مركبه، لانه اول شيء نحن عم تشتغل بشكل احترافي، عم تأدي عمل، بس بنفس الوقت في هيدا الحرص من الطرفين، لأنه هي أختي الكبيرة، بس أنا وقت اللي بكون على المسرح معها بحس حالي أنا خيي الكبير. ففي حرص من الطرفين على بعض، في هيدا الحرص الأخوي العائلي. بنفس الوقت في إعجاب بموهبة الآخر، أنا في عندي إعجاب أصلاً بصوت سمية، يعني بأدائها، بالفكر كيف بتأدي، لأنه سمية بتأدي بفكر، ما بتأدي ما بتحفظ غنية وبتأديها فقط، بتأديها عن فكر وعن وعي. منشان هيك بتجي الأغنية وقت اللي بتغنيها كتير موزون، قدي بتعطي فيها عربة بهالمطرح، قدي بتعطي فيها إحساس بهالمطرح، قدي بتحترم الجملة اللحنية وما بتضيف عليها شيء. هيدا بده كتير تعمق فكري بالموسيقى وثقة بالنفس لتقدر تأدي بهاي الطريقة. فأكيد بقول لك إيه، في يعني من المرة أنا القليل المرات اللي وقفت فيها حد سمية على نفس المسرح، بس كنت قبل أعزف معها بالفرقة يعني،
بس كقائد اوركسترا، كقائد الفرقه اللي هي عم تغني عليها، هيك في شيء مختلف عن اي تجربة. وهذا لمسناه على كل حال بالليله اللبنانيه اللي جمعتكم كمان مؤخرا، كانت اخر حفله بتجمعكم، وعلى امل انه يكون في اكثر من لقاءات واكثر من حفلات كمان نقدر نشوفكم سوا. كمان من تعاوناتك مع الاسماء الكبيره والمهمه سيده ماجده رومي اللي بنوجه لها كل تحيه، مبارك لها كمان على اصدارها الجديد اغنيه طليق بها السيده الراقيه بعطائها الفني. اليوم بقيادة الأوركسترا المرافقة لسيدة ماجدة الرومي، شو قلوا نكهته العمل مع سيدة ماجدة الرومي؟ قلوا نكهته أنه ماجدة الرومي أول شيء بس تلفظ الاسم في بتحس شيء مختلف، لأنه الأغاني اللي بنعرفها اللي بنحبها، كلمات عم يسألوني، كل هيدا حضور ماجدة على المسرح، طريقة مغناها، كلياته مع بعض عناصر بتجتمع بتخليك تحب انك تشتغل مع هذه السيدة، إضافة إلى انه هي يمكن من آخر الفنانين بالعالم العربي اللي عم يشتغلوا على هذا المستوى، عم يشتغلوا مع أوركسترات كبيرة، عم يأدوا أعمال على مستوى كبير، ففي في في تحدي. أنا من أول ما بلشت فت على أساس انه أنا فايت على تحدي بدي اترك بصمه فيه، او بدي اعمل لون مختلف ليخدم شغل ماجد الرومي بالطريقه اللي انا كنت حس اغانيها او شغلها فيه، او بالطريقه اللي انا كنت اتخيل انه بيليق بصوتها. وبعتقد الحمد لله انه عم ادي هذه الوظيفه بشكل فيه من الصدق والامانه. يعني بدأ التعاون واستمر بكونسير لنويل، من الكونسيرات يلي هن محطة ثابتة بمسيرة السيدة ماجدة رومي بكل سنة، واستمرت العلاقة الفنية لليوم. إذا هيك تقييم بينك وبين حالك وبكل صدق، طبعا مع هالتحدي يلي عم تحكي عنه، لما الواحد يشتغل مع حفظ الألقاب مع ماجدة رومي، مع عوض رومي كمان بنوجه له تحية خيّة لست ماجدة، اليوم لبنان بعلبكة شو أضاف، شو لون، شو نوع، بشو قدر انه يمون بتنويع ليكون في غنى للكونسيرات، للحضور، لكل التحضيرات، وخاصة هلا كمان نحكي بصورة خاصة عن مهرجان الأرز. عن حفلة الأرز اللي هي قريبا ب 28 صحيح. تموز. إذا بدك شو أضفت أنا للشغل، يمكن أفضل انه الناس تحكم أو تشوف شو أضفت للشغل، بس أنا اي فنان عنده روحه وعنده تجربته، انا بعتقد ما بخلت بكل تجربتي وبكل روحي بقلب هذا الشغل. في رؤى طبعا دائما للاعمال الفنيه كلياتها، افضل انه الناس او المستمعين او محبي ماجده او النقاد هن يشوفوا شو اضفت، عن انه انا احكي عن هذه التجربه. بس انا بقول انه كل تجربتي اللي عملتها وكل دراستي وكل خبرتي ما بخلت بولا اي ناحيه منها بهذا شو محضرين لختام مهرجانات الارز اللي بلشوا مع يعني ارتست عالميه اللي هي شاكيرا، طبعاً والختام مع ارتست لبنانيه طبعاً عالميه اللي هي ماجده رومي اللي بنفتخر فيها، شو محضرين لليله 28؟ حفل كبير، في اغاني كثير جديده، وفي افتتاحيه ضخمه عم يتم الشغل عليها، ضخمه من الناحيه الموسيقيه والمشهديه ومن كل النواحي. يمكن بفضلوا القيمين هن يحكوا عنا بتفاصيلها طبعا، بس انا بقول بوعد الناس انه حيكون في حفل مختلف عن كل اللي قدمته ماجدة الرومي لحد اليوم. نعم، على كل حال يعني مهرجانات الارز ما عم يبخلوا بولا سنه من عودتهم الأخيرة بأنهم يكونوا على قدر التوقعات وأكثر بستاندرد العالي اللي عم يتقدم. صح. هني اللي عندهم تاريخ كمان بهذا الموضوع. إذا بدي أطلع على علبك على التعاون مع جورج خبيز كمان، ها
هالفنان الممثل المخرج اللبناني اللي بنوجه له كل تحية، إلا إذا عرض مسرحي تابعوه المشاهدين وكلنا تابعناه على مدى أشهر طويلة بشاتو تريانو المسرح يلي جورج بيعرض فيه، واليوم The Musical رح تنقل على بعلبك. شو في جديد بإضافة الأوركستراسيون؟ شو في جديد بالميوزيكال بهالتعاون يلي رح نشوفه ضمن الليالي اللبنانية على مسرح هيكل بعلبك هالسنة؟ أول شيء أنا وجورج بتجمعنا صداقة، وأنا بقدر كتير شغل جورج اللي بيطال الناس البسيطة العادية اللي بفوت عقلوب هيدي العالم، وشفت بس رحت على المسرح حضرت المسرحية كيف الناس بتجي بتهافت لتحضر مسرحيات ولترفه عن حالها، وهو بيحكي يعني عن هموم هيدي الناس بمطرح، والناس تجي بتحس كأنه حدا منهم وفيهم عم يحكي معهم هيدي اللغة. وهيدي من الصفات النادرة عند الفنانين خاصة الممثلين انه يوصلوا لها. إضافة الأوركسترا لهيك مسرحية هي قفزة كتير كبيرة، منا حركة عادية أم فيها طبعا. جورج خباز، وأنا بحييه على هيدي الخطوة. وبمطرح فاجأت لما تواصلت وحكيته بالموضوع، يعني أو كانت الفكرة يعني طبختوها سوا، كان في جهوزية من مالته هو؟ لا مش قصة فاجأني، أنا صرت عم بنبسط كتير إنه شوف إنه كتار من الأعمال الفنية صارت عم تحب تأدي موسيقتها مع أوركسترا حية مباشرة. هيدا كان دائما تحدي لكل الفنانين اللي بحبوا اللي أعمالهم فيها موسيقى، خاصة المسرح. يعني المسرح دائما كانت الموسيقى تنلعب بلاي باك، هلأ أنا عم شوف أنه لا، صار عم يكون في نقل نحو الموسيقى اللايف نحو الأوركسترات، وهيدي بتصير عنصر من كل العمل ككل. يعني الأوركسترا بتكون مشاركة بكل هيدا العمل. أنا يعني بيسعدني أنه هيدي القفزة عم تصير، وخاصة جورج أخذ هيدي المبادرة أنه كل موسيقى مسرحيته تتأدى بشكل مباشر، حتى الإفايات حتى الساوند إفكس اللي عم تنعمل المسرحية عم تتأدى من خلال العازفين عائلاتهم العادية، عم يطلع منها أصوات معينة لتفرجي الفكرة اللي هو عم يبحث عنها بالمسرحية. دمج الموسيقى مع المسرح تاريخيا كانوا عنصرين كتير ضخمين عم يجتمعوا مع بعض، وبس يجتمعوا مع بعض بيأدوا دايما أعمال كبيرة أو بيعطوا نتيجة كبيرة. فأنا بتوقع أنه حيكون بالنسبة للجمهور يمكن أول مرة بيشوفوا أوركسترا كبيرة بمسرحية لجورج خباز. وكيف إذا كان بكادر بعلبك كمان؟ أكيد بمهرجان بعلبك الرائع وبقلعة بعلبك الرائعة. بعتقد الناس حتشوف شيء كبير بيليق بالمهرجان وبالقلعة. طبعا رح نتابع ورح احكي كمان عن سنة اوركستر بدورتها الثانية. السنة انا كنت حاضر السنة الماضية بالدورة الأولى، كانت من أجمل الليالي اللي قدموها اهدنيات، رح نحكي عنها كمان، ولكن رح نروح لفاصل موسيقي معك تحت قيادتك ونرجع نحكي لحتى نختم الأخبار، لأنه اسم الله عليك ما فينا ما نتوقف عندهم كلهم. وكيف عم تلحق على يعني العمل؟ بعرف قد في تعب هالفترة، ولكن احنا كثير مبسوطين بانه نشوفك. بنروح لفاصل موسيقي وبنرجع عم نحكي بسينا اوركستر بدورتها الثانية باهدنيات. We'll be right back.
أداء ما بقل أهمية أبداً على اللي رح نشهده ونشوفه، وتحديداً كمان بسيني أوركستر بدورتها الثانية ب 25 آب ضمن إهدانيات لهيدي السنة. شو بتفرق النسخة الأولى عن النسخة الثانية اللي رح نشوفها السنة، خاصة مع كل الإيفكتس اللي شفناهم السنة الماضية المشهدية اللي ترافقت مع السبيشال إيفكتس مع الفيديو مع الأوركستراسيون ومع كمان العروض الحية اللي كان فيها بعض المفاجآت للحضور؟ الأول عنصر اللي هو بيفرق إنه الناس صارت عارفة شو هي هيدي الفكرة، وصارت الناس رايحة تشوف الفكرة، يعني رايحة تشوف عمل فاهمة كل أطرافه، لأنه السنة الماضية رغم النجاح اللي لقيته الليلة، ولكن قبل كان في الناس عم تسأل إنه شو يعني، شو رح تعملوا، شو رح تقدوا، موسيقى ولا سينما ولا ما بعرف شو. اللي صار ردة فعل الناس اللي صارت هي اللي وصلت انه يصير في طلب انه يتقدم بارت 2 من هذا العمل. اللي حيفرق اكيد في افلام جديده، في موسيقى جديده، في افكار جديده، في مفاجآت جديده، في ضيوف جداد، يعني كل شيء مختلف عن السنه الماضيه من عدا العناصر اللي هي الاوركسترا وشاشه الشاشه الضخمه اللي مرافقه لهيدي الاوركسترا. انا هيدي الليلة بالتحديد بتعني لي بشكل خاص، لأنه هيدي الليلة اللي فيها عنصر موسيقي جدا دسم عم يتقدم للناس، وفي رسالة كتير حلوة عم توصل للناس إنه نحنا بهيدا الكونسبت بهيدي الليلة عم نقرب المشاهدين، عم نقرب المستمع اللبناني اللي يمكن كتار منهم ما بحياتهم رايحين حاضرين أوركسترا، عم نقربهم يجوا يحضروا أوركسترا كبيرة ضخمة عم تأدي أعمال هني بيعرفوها وما كانوا عارفين أنه بيعرفوها. صحيح. يعني وقت اللي بتحضر موسيقى أفلام لنفترض سوبرمان أو ستار وورز أو باتمان أو جاد فاذر أو 007، كلها هاي موسيقى 90% من الناس بتعرفها وسمعتها، ويمكن في كتار منهم حافظينها بس ما هني مش واعيين على هذا الموضوع. وقت اللي بتجيب تقلب المعادلة، بطلت عم تحضر انت على الشاشة وعم تسمع بالخلفية موسيقى، صرت عم تشوف عم تسمع موسيقى بالواجهة، والخلفية صارت الشاشة والمشهد. صحيح. صرت انت عم تنتبه انه انت عندك مخزون من الموسيقى الأوركسترالية اذا بدك تسميها ما كنت عارف فيه، وهيدا اللي عم صح، وهيدا اللي عم يخلق عند الناس مفاجأة انه عم يتفاعلوا مع اشياء مش معودين يتفاعلوا معها. يعني ما ضروري يكون في مغنى وايقاع وزفه ودبكه وما اعرف شو، لا، الناس تفاعلت. انا كنت السنه الماضيه شوي بلحظات متفاجئ انه الصوت الناس وقت اللي عم تبلش، وقت اللي بلشت جاد فادر مثلا من صحيح رده فعل الناس اول ما بلشت القطعه، انا يعني تفاجات انه اسم الله، يعني انه الناس انه هول 3000 شخص اللي قاعدين عارفين كل شيء عم بيصير على المسرح. صحيح، يعني ما في لك قد كانت ملفته الليله، من اجمل الليالي، واكيد لوكينج فورورد للسنه بالدوره الثانيه. بس انت كيف عم تلحق تحضر بين كل هالبروجيات؟ اسم الله عليك. يعني صراحه يعني بعرف انت متيكولو وهالقد منظم وقتك ومقسم وقتك، ومشكور انه عم تعطينا من وقتك على كل حال بسهره عمرض يعني ضمن كل هالعجقه. بالعكس، بالعكس، كيف عم بتنسق؟ لي الشرف. صراحة بقول لك ما بخفي عليك انه جدا متعب ومرهق ومضني هذا التحضير لهذا الشغل، خاصة الجانب التنظيمي منه. وقت اللي انت اذا بدنا نحكي عن هول 3 حفلات الموجودين بلبنان، غير حفلات في سفر طبعاً، يعني حيكون على تونس وفي سفر على بوخارست بالصيفية، كله شغل كمان. بدنا نحكي عن هول 3، جايب 3 اوركسترات مختلفين من برات لبنان على اهدن وعلى بعلبك وعلى الارز. كل عمل له هويته. له هويته، عم تشتغل مع فنانين كبار، فالتحضير التنظيمي كان جدا ما بخفي عنك انه مضني، ولكن ممتع بنفس الوقت انه انت عم تبني عم تعمر شوي شوي. نحن هلا بنبلش تمارين لاول حفله، انا برتاح بس بلش بالمرحله التمارين مع الاوركسترات البروفات، يعني برتاح. هذا ما بعتبره شغل متعب، ولو انه حياخذ كل يوم، يعني انا من هلا لاخر الصيفيه خلص بعتبر انه بطل عندي ولا نهار اوف، انه مبلش يوميا ببلش الضغط بالشغل. نعم، لحفله السيده ماجده، بعدين يوميا لمسرحيه جورج اللي حتنعرض، ومن بعدها اهدانيات،
لأكثر من مرة بعلبك ومن بعدها إهدينيات. نعم. ولكن هذا الجزء الممتع بالشغل. طبعا ضو غمزلنا. على كل حال رح ننتقل للفقرة الثانية لحتى نرجع بزمانات لورا، نرجع بعقارب ساعة شوي أنا وياك لورا. تفضل لبنان. الفقرة الثانية زمانات اللي بتاخدنا لورا بالوقت، عقارب الساعة اللي بيمروا، كيف علاقتك مع الوقت؟ سؤال حلو، لأنه الوقت هو المحرك الأساسي بحياتنا، ولكن هو أنا برأيي وهمي أكثر ما أنه هو حقيقي. أف. ايه الوقت مرة من زمان كتير، كنت بعدني برومانيا عم بحكي مع سيدة كبيرة بالعمر، قالت لي بمعناه الوقت غير موجود، يعني ما في وقت، بس بنفس الوقت هو المحرك الفعلي ليومياتنا، يعني الساعات والأيام والأشهر هيدي نحن اخترعناها، هي مش موجودة. لحتى ننظم سياق الحياة له برأيي له ديناميته المختلفة عن الأيام والساعات والثواني والسنين، مختلفة القصص. لبنان إذا بدي أرجع يعني لحتى نحكي عن الانطلاقة على هاي الكوكب بالعام 81 لليوم، تقريبا 37 سنة من الشغل، من الدراسة، من علاقتك مع عائلتك، من حياتك الخاصة، من نجاحات، من مطارح، خيبات أنت من حالك وخيبات من الحياة. طبعا. كمان لأنه الحياة هالقد بتعلمنا، رح نمرق بهالمراحل كلها، ولكن بدي أرجع أبدأ من طفولة. شو الصورة يلي حملها بذهنك من هالفترة؟ لبنان صغير، كيف بتتذكره؟ شو الصورة يلي عندك إياها؟ شو المشهد يلي ببالك؟ بتذكر حالي هيدا الطفل الحالم اللي ما كان بعد عارف حاله شو عم يسمع براسه من جوا أو بقلبه من جوا، كان في شيء عم فتش عم ببحث عنه بغير موجود بين الألعاب وبالشوارع وبين الأصدقاء يمكن اللي كنت ألعب معهم. هيدا الشيء اللي دايما هيك كان يخلق لي، او هيدا لانه انت من بيت فني ويعني ونازل من هالبيت يلي في تاثر كمان بهيدا الاطار. هيدا من نابع يمكن كان من بحثي عن هيدا اللي انا بعيشه هلا، عن الموسيقى، عن الصوت، عن النغم. يمكن ما كان يعني ما كان عندي هيدا الوعي له بطفولتي، ولكن عندي كان هيدا البحث انه في شيء مختلف بهالحياه غير اللي عم بعمله، في شيء ابعد من، اكيد خلقت لا ابعد من هذا الشيء اللي عم عيشه واللي عم شوفه حواليه. باي عمر بلشت تكتشف هذا الهدف، او بلشت تحس انه كل واحد منا بيكتشف انه عنده رساله، انه عنده ميل، حب لشيء بده يعمل منه هو حياته؟ باي عمر انت الموسيقى هالقد اخذتك حشريتك؟ دائما 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 كانت اخذتني هاي الحشريه للموسيقى. يعني انا بتذكر بعدين صرت انتبه انه انا كنت عندي هذا الميل للموسيقى وللنغم ولكل شيء. يعني بتذكر وقت اللي كنا عم نلعب مع اخواتي مره، نحن وعم والدي الله يرحمه كان عم يعمر البيت بالضيعه، وجبنا شقفه خشب دقينا فيها مسامير ولفينا عليها شرطان مكبوبه كانت هونيك بالورشه. نعم. لنشوف يعني شوف الاولاد كيف بس يكون عندهم ميل معين كيف بصيروا يلاقوا من اي شيء وسيله، بيلاقوا يعني من حيالله شغله بتصير تلاقي منفذ. وسيله من اي شيء. يعني المغيط كنت شدها واقعد اعمل لها يعني، وهذا بيكون عن لا وعي. انت عمرك 5 6 سنين، 4 سنين 5 سنين. بعدين طبعا يعني صار في آلات موسيقية بالبيت. سمية أول من جاب آلة موسيقية طبعًا على البيت طبعًا. وأنت كان عندك آلة العود. خوف من آلة العود لحتى ما تكون عم تنزعها أو تكون عم تكسرها. صح. كنت خاف أنه يوقع العود حتى ما أكسره، ويعني لأنه كان عنصر جديد بالبيت، مش يعني
وانا كان عمري صغير يعني وقت اللي عمرك 6 سنين بتشوف آلي كتير غريبه هيك مبرومه من ورا وإلى اوتار و... والكل كل ما حملها شخص بيحملها بكتير من من الحرص، فانه كنت بس انه لا تجرأت وقربت وحملت العود و... ويعني تأثرا بوالدك الله يرحمه الفنان التشكيلي بمسيرته، وكمان كانت تجذبك الالوان، وكنت يعني بهالتأثر عن طريق سر تروح وتخترع بهذا الموضوع، لوين وصلت فيك هيدي الحشريه؟ وين وقفتها او وين دغري فضلت الموسيقى على الرسم او على عالم الريشه والالوان؟ انا كنت عايش بين الالوان بحكم انه بيي كان يرسم بالبيت. صحيح. بس انا اذا بكتب لك هلا اسمك على ورقه ما بتفهمه لانه خطي هالقد فاشل يعني بالرسم ما لي ابدا، بس كنت برغم كل هيدا لانه هي دائما الحشريه الفنيه شو ما كان انت موهبتك الفنيه باي شيء بتصير تشوفه في هيك تفنن في احاسيس بتصير تجرب تشوف شو بيطلع منك. انا كنت انطر وهيدي ما بعتقد بشي نهار اعترفت لبي فيها، كنت اظهر لينطر انطر ليظهر من البيت وروح على الباليت تصير حط الوان وانا اعتبر انه عم صلح له بلوحاته بلوحاته له. ايه انا في كم لوحه، في وحده منهم عندي بالبيت انا ضارب فيها كم ضربه، طبعا ضربات بمنتهى الحذر انه ما حدا يعرف يعني اضرب بمطارح ما يبين ما تعمل فرق. ما قلت له لا ما حصل ما حصل فرصه انه اتجرأ واعترف انه انا متدخل بالعمل الفني. تقبل حدا يتدخل بشغلك اليوم؟ لا لا ابدا صعب صعب لانه ما يعني فهمتها بس وصلت لي لإلي صعب انك لانه وهيدي بعتقد كل الفنانين بيجمعوا عليها لانه ما في فن مشترك بين الاشخاص، في فنان بيخلق فكره معينه وبيأديها بهو كيف شايفها يعني، وهيدا اللي بيميز الفنانين انه ايام كثير انت بتقول شو شايف بهالعمل الفني بهاللوحه مثلا او شو قاصد من هالقطعه الموسيقيه، هيدي فراده العمل الفني انه ما فيك حدا يتدخل بشغلك، ما في حدا يصلح لك، ما فيك تصلح لحدا من انت وصغير بهيدي. طبعا عم بحكي عن الاعمال كتكوين فني طبعاً كتاليف يعني هلا بالعمل الموسيقي ايه وقت اللي نحن بنشتغل بالاوركسترا اكيد في نقاش أكيد في نقاش كقائد اوركسترا بدك تصلح للموسيقيين وتقول لهم هيدي الفكره الموسيقيه تبعها هيك ومش هيك يعني في بيصير طبعا احاديث طويله جدا بالتمارين هيدي مسارات العمل. ولكن انت بشخصيتك من انت وصغير عندك نوع من هالقد تتقن الاشياء لدرجه انه يمكن ما بتحب حدا يتدخل فيها او حدا يشور عليك من ناحيه انه انت عارف لوين واصل، عارف شو عم تعمل، راسم الاشياء بحدودها، كيف تتعاطى مع الامور يعني من انت وصغير لانه هيدا منه كاركتير سهل بالتعاطي معه وبيؤدي للشخص كمان انه يكون عنده شخصيه بالبيت وهذا اللي بيميز اوقات كمان عن اخواته عن اصدقائه. هذا الكاركتير كان ايجابا يلعب معك او سلبا بطفولتك؟ لا ما كان ولا مره سلبي يعني اذا بدك هيك بنظره فيها شوي من الطفوله. نحن عائله كبيره يعني نحن 8 اخوه 4 بنات واربع شباب، فكان ايام والدي وقت اللي يعطي حدا منا شغله مثلا يعطيني وظيفه اعملها انا روح مثلا زبط هالشغله، ما كنت حب وقت اللي يكون باعت حدا معي يعملها انه خلص انا طلبت مني هالشي بعمله انا لوحدي يعني بفضل انجاز الاعمال بمفردي بدون تقاصم. مين كان عاده يبعت معك لحد هلا بشغلي؟ ربا سمية اخواتي الصبيان اللي كانوا اقرب مني اللي هن اسامه وسلمان، اللي هن اسامه اكبر مني ب3 سنين وسلمان اصغر مني ب4 سنين، فنحن كنا لانه بحكم العمر اقرب من بعض كنا ربينا مع بعض. صحيح. اذا بدك فحتى بشغلي هلا رغم قد ايه في كميه شغل كبيره بالنادر ما اقدر
لاقي شخص يساعدني بتنفيذ حتى القصص التقنية اللي بدي أعملها. لبنان رح نفوت على فاصل تاني بحلقتنا ونرجع لحتى نتابع بالزمنات. بعد الفاصل رح توقف عند أول مرة الحياة خيبت لك ظنك، أول مرة الحياة صدمتك بموقف معين، ورح نرجع كمان لمواقف بتحب ترجع لها وتعمل فريز عليها، ومواقف تتمنى أنك تمحيها وما تكون موجودة. ونتابع بحلقتنا. على كل حال مشاهدينا خليكن معنا، نحن وياكن بسهرة من العمر مع نجمنا بها الحلقة مايسترو لبنان بعلبكي. تابع نحن وياكم مشاهدينا سهرتنا، بعدنا بالفقرة الثانية زمانات مع المايسترو لبنان بعلبكي. لما نرجع بالوقت لورا، لما الحياة هالقد بتمرق أوقات بسرعة بكل مراحلها، بكل يعني الأبس أند داونز، الطلعات النزلات اللي منمر فيهم، إذا هيك بدك ترجع لورا، أي متى الحياة حسيتها خانتك او حسيتها صدمتك باول موقف قلت اف منا مثل ما انا مفكره ومنا بهالسهوله؟ ليك بس تكون عايش لحظه فقدان لشخص عزيز، ما في شيء بيضاهي هيدي الخيبه الامل من الحياه. يعني ما في اي خساره تانية او اي موقف بخليك تحس انه الحياة خانتك أكثر من هاللحظة وقت اللي بتفقد شخص قريب أو عزيز عليك. فبعتقد وهذا بنفس الوقت القدر الحتمي لكل البشر، مثل أنه خلقت على الحياة لتقتنع أنه الحياة هي فيها كثير من الغدر، يعني هي اللي بتغدر فيك، أنه بتجيبك بأمل كبير هالحياة لتعيشها، وإذ بتلاقي انه مش هيك باستمرار فيها تكون. متصالح مع فكرة الموت، الفقدان، او صرت متصالح مع الفكرة؟ قد ما واحد يجرب يتصالح مع الفكرة بيضل بمطرح بحب الواحد يمسك هالموت ويسأله انه ليه انا بس. اخر شيء تلاقي انه مش بس ليه انت، يعني كل البشر هيك، وانت جاي عليك الدور، يعني تصير بتهون يمكن، بتصير ايه يعني اكيد بدك، ما في مهرب. هذا ما فيها، هذا نصيب وهيدي حتميه لكل حتميه شخص. ما نحن جزء من هيدا السيكل، ايه هذه الدوره اللي بتصير. ف بس بنفس الوقت يعني ترجع مثل بتعطيك دائما هالحياة هيك لحظات بتعيد حالها، يعني اللحظات كلها، الفترات اللي قريت شيء بلحظة معينة من حياتي وما ما 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 راح من ذهني، بيقول كله حال يزول، ما في حال بضل على ما هو عليه، لا الخيبة المطلقة ولا السعادة المطلقة. فهي هيدي الدورة دايما بين هاي وبين هاي بين هاي، انت عايش بهالصراع بين انه عم تجر حالك من الحياة، بتفوت بخيبة، بتجر حالك نحو السعادة، بتوصل للسعادة بترجع بتفوت، وهيك هو يمكن الامثل انه واحد يخلق هيدا التوازن ويعرف يفهم اللي حكينا بالاول عنه، عامل الزمن وعامل الوقت وعامل التقدم نحو شيء عم نوصل له نحن، يعني لبعدين عم بحكي هلا كحياة، يعني طبعا من الولادة إلى إعادة التكوين، إذا بدك تسميها موت. يعني لبنان، إذا بدك ترجع هيك تعمل فريز لموقف تقول يا ريت هاللحظة، هالنهار، هالمشوار، هاللقاء، هالحديث كان وقته أطول، أو يا ريت فيي أرجع له، أو يا ريت فيي كان طول أكثر بهالمكان بهالزمان، لوين ترجع؟ لوين تروح؟ والله هلا اذا بتعطوني نص ساعة او ساعة زيادة ما بقول لا لأنه مستمتع بالحديث معك. بالعكس هذا ربح لنا، مستمتع بالحديث معك. لحظات مثل هيك كثير،
فيك تحكي عن صعيد الإنساني في كتير لحظات أنا عايشها. يعني أنا فيني أقول رغم هلأ حكينا عن خيبة الأمل، بس فيني أقول رغم كل شيء أنه الحمد لله عندي كتير من اللحظات اللي علقانة بذاكرتي، لحظات حلوة كنت بتمنى أنه الوقت يمرق فيها على الصعيد الإنساني. مثل ما بعرف وقت اللي سميت بنتي مثلا، غير وقت اللي خلقت، وقت اللي سميتها. شو سميتها؟ اللي وقت نور. نور، ليه اخترت الاسم؟ لأنه النور بيفرض حاله ما بتختاره يعني، فإجا اسمها هيك فجأة. كنا قاعدين يعني بالبيت أنا وإخواتي وطلع الاسم، ما كتير أخذ وقت وجهد. جهد. نعم. وبنفس الوقت في كتير ما لحظات على المسرح كنا عم نحكي قبل شوي بالبداية عن التركيز اللي بتكون عايشه، عن كيف تكون، بس في لحظات أنت نتيجة الشغل أو الصوت اللي عم تسمعه من هيدي الأوركسترا أو من هيدا المطرح بهيدا اللحن بيخلي هيك كل شعر جسمك يوقف. حلو. هاي لحظات فعلا لا تقارن بأي شيء على وجه الكرة الأرضية. اللي هي ما بتاخد حتى أقل من ثانية يعني. لبنان بهال 37 سنة وين فشلت؟ وين الموقف يلي مش بتندم عليه؟ لأنه مش لازم نندم عشي بمفهومنا وخاصة مفهومنا الفني، ولكن وين بتقول موقف تمحي بتنسي؟ في عندك هيك مواقف أو لا؟ صراحة إذا بدك تكون صريح، وما بدي يكون من اللي بيقولوا لك ضد الفشل وما لا، بس صدقا ما عندي لحظات أساسية بندم عليها. بلحظات معينة يمكن أيام بيصير معك مواقف تندم، عشر دقايق طبعا، عشر دقايق، بس أنا يعني فيني أقول لك أنه يمكن لأنه عندي القدرة أنه صلح الأمور هي عم تحصل. ما فيني اقول لك انه ايه، ما بتذكر لحظه بندم عليها لحد اليوم ابدا. ما بتذكر. هل قد بتتعامل مع الخساره، مع الفشل، بتستوعب الوضع لحتى تنقذه من سقوطه اكثر وتدهوره اكثر؟ هذا ضوء غمزلنا. ايه. رح نروح للاسرار وهي الفقره الثالثه ببرنامجنا، مع انه فضحنا سر هون نور بنتك اللي يمكن مش كتار بيعرفوا كمان عن هذا الموضوع. رح روح للفقرة الثالثة. تفضل لبنان. قصدك على شو؟ أنا بس متابعة اللي كنا عم نقوله من لحظة بموضوع الفشل، وقت اللي بتكون تلميذ دائم بالحياة، التلميذ ما بيفشل لأنه تلميذ عم يتعلم. أنا بعتبر حالي دائما تلميذ، خاصة بالموسيقى، خاصة بالأعمال الفنية، وما بعتقد بيوم من الأيام حأوصل لصير غير هذا المستوى. أدا هي شغلة طورتك يعني؟ أدا هي شغلة عملت اليوم الهوية، عملت اليوم لبنان بعلبك يلي هو لازم يكون راضي عن حاله لحتى يقدم شيء يرضي الناس فيه ويكون هو مقتنع فيه اولا، لحتى يقدر يكون الجمهور عم يستمتع بشو عم يقدم له. دائما انا دائما بتعلم حتى من الحفلات اللي انا بعملها، بس انا بتابع حتى دراسه يعني، بروح بعمل ماستر كلاسز، بروح على وركشوبس، رغم انه انا حاصل على شهاده دكتوراه بعلم نفس قياده الاوركسترا، بس وقت اللي بتكون تلميذ دائم بالحياة بيحميك من فكرة الفشل. تفشل بس توقف تلميذ. أدي أنك تكون تلميذ بمدرسة العيلة كمان وبكنف العيلة اللي مثل ما ذكرنا من شوي، أنتو 8 إخوة وعيلة كبيرة الله يخليكم لبعض، جمانة ولبنى وربا وسمية منذر أسامة لبنان وسلمان. عذرني أنه عم بقرأ لأنه مش حافظ الأسماء كلهم، من وجه لهم تحية لألهم لعيالهم كمان. لما تكون العيلة هالقد كبيرة بيكون فيها آراء متناقضة، بيكون فيها كمان وحدة حال وقلب واحد بمكان ما، وبيكون في هيدي كمان تفاوت بالآراء، لأنه 8 أشخاص يعني منا سهلة أنك تقرب وجهات النظر بيناتهم. كيف علاقتك مع هالثمان أشخاص وعيالهم اليوم؟
أنا قريب من كل إخواتي، بس بداية هول نحن 8 أفراد بهالعيلة ما إجوا بظروف هيك تلقائية، إجوا عن سبق الإصرار والترصد من قبل أهلي. بيي كان دايما بس يسألوه يقول لهم بدي كتر الفنانين بالبلد، وبيي وطني جدا يعني، كان وزرع هالروح الوطنية. وليه طول فسمى لبنان؟ يمكن ترك لهيك صوب الاخر انه ليضمن انه وصل للثمانية اللي بده اياهم. ف اول شيء انا عندي 8 اخوه وثمان 7 اخوه يعني من عدائي. ضمنك انت طبعا 8 معك. 7 اخوه و7 اصدقاء فنانين، وفنانين مختلفين يعني بين طبعاً الرسم والموسيقى والتمثيل تعرفت على مجتمعات مختلفة يعني. يمكن لو أنا بس أنا بشتغل بالموسيقى كان، بس أنا فت على جو الممثلين من ورا خيي منذر، فت على جو الرسامين وتعلمت التذوق الفني من ورا خيي أسامة، وصار عندي شبكة أصدقاء كبيرة جدا 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 بحكم أنه أنا وإخواتي قراب من بعض، وهن كذلك الأمر أصحابي أصحابهم وأصحابهم أصحابي. في مثل كوننا مجتمع كامل يعني، اخواتي انا واخواتي واصدقائنا كوننا مجتمع كامل يعني. مين اقرب شيء لك؟ هلا قلت بحكم عمركم يلي قريب على بعض، كنت عم تقول انه انت وسلمان صح كمان؟ صح، وخيي اسامه اللي هو اللي الفنان التشكيلي، لانه ربينا مع بعض يعني قرب العمر من بعض، خلينا نكون بهالقرب يعني، وفي ذكريات كثير بتجمعنا سوا بكل مراحل طفولتنا. هلا سلمان غير انه قراب من بعض بالعمر، سلمان بيشتغل معي دائما مرافقني ب 99% من حفلاتي الموسيقيه، بيشتغل معي دائما. طبعا اخواتي البنات كلهم قراب منهم، ولانه هن فيني اقول ورثوا عن امي هذا الروح القديمه عند النساء اللي صارت شوي مفقوده بايامنا الحاليه، هذا العطف يعني كل وحده منهم ام الحنيه يلي لمستها بسمية كمان بحلقتها لما حكينا عنك، ولما اخذناك بمداخله باتصال مع البريء يلي شفته بعيونها ودموع يلي شفتهم لما حكيت عنك، قد ايه هالحنيه يعني، قد ايه انت عندك خليني اقول 5 امات كان مش بس ام وحده. صح اكيد. بعدهم يعني، وهيدي من الصفات الاجمل اللي تعلمتها عن المراه اللي شفتها بوالدتي الله يرحمها، اللي هي العطف، المراه العطوفه او المراه العطوف اذا بدك لنطلع صحيحه اللغه الفصحى معنا. حتى بالكلام بيرفكشنست، حتى قبل الحلقه عم بحضر حاله ويظبط حاله يعني، فظيع قد ايه بيروح بالتفاصيل للاخر، لان التفاصيل بالنهايه هي اللي بتحكم القصص. فمن اجمل الصفات اللي تعلمتها لدى المراه لا عيونها ولا شعرها ولا ايديها ولا صوتها ولا هي روحها. انا كان عندي ام ورثت لاخواتي البنات نفس الروح، اللي هي هيدي الروح اللي صارت نادرة بهالأيام. الله يرحمها، كل رحمة لروحها. اليوم لما نحكي عن علاقتك بإخواتك ونحكي عن سلمان اللي كمان بيرافقك بأغلبية الأعمال سوا يعني، مش بس أنتوا إخوة وأصدقاء إنما كمان بتجمعكم علاقة شغل. عمل صح. كمان سلمان بعلبك، مساء الخير. مساء الخير، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. عادة بحب، بعرف ما بيحب يحكي على التلفزيون يعني، معنا استثنائيا اليوم، استثنائيا ما قدرت، استثنائيا بسهرة عمر. سلمان فنان، حضرتك بنوجه لك كل تحية ومشكور على المداخلة على كل حال. قبل ما نحكي عن لبنان يلي مش بس نحن ولبنان كله بيفتخر فيه وانتو كمان يعني، بدي احكي عن الجانب الآخر طالما نحن بفقرة أسرار. وين لبنان؟ لنحكي الاشياء مثل ما هي هيك بالعربي المشبرح، وين لبنان ما بينطق؟ احكي منيح. ما عنده كثير كثير اخبار صراحه يعني،
يمكن الشغله الوحيده اللي هو بيعرفها اللي ما بحبها فيه هي قصه الوقت بس. قصه؟ يعني قصه الوقت، نتفق على ظهره، نتفق بيجي بدي اقطع اخده، بده يقطع ياخذني، على طول في هذا التاخير، هي الشغله الوحيده دائما توقع. لبنان غير انه خي صديق يعني. واحد من اقرب الناس الرفقه قبل ما يكون خي، يعني بعد ما يكون خي هو حدا قريب كثير كصديق، بتعاطى معه بهالطريقه، ما بتعاطى معه على اساس انه خي بس. وبعده مثل ما كان هو صغير مشهور ببروده اعصابه او هلا تغير؟ ايه بعده محافظ على هيدي على هيدي الميزه فيه. قد ايه هالصفات يلي بتتشاركها معه، يعني انت مرافقه كخيه بالبيت بالعمل سوا بحكم كمان اصدقاء مشتركين، خبرنا شوي عن طبعه، عن هيك الكاركتير يلي ما بيظهر للناس، مش الكاركتير يلي بنشوفه بقياده الاوركسترا، مش الكاركتير يلي بنشوفه تحت الاضواء، شو في شيء هيك ما بنعرفه عن لبنان؟ هلا لبنان حدا كثير مرح، يعني يمكن ما بيبين هذا الشيء لما يكون عم بيقود او بشغله، ما بيبين هذا الشيء، حدا مرح، حدا بيسلي كثير بالاعداد بالظاهرات، في شيء خبريه هيك رايق مثل ما شايفه هلا، بعتقد انك حاسس قد ايه هو رايق. لا على سلامته بجنن هادي. بس في بلحظه يكون سهرانين او ظاهرين بشي محل بيولع، هو بيكون راس الحربي في السهره يعني. سلمان عندي سؤال، انت لحقك شيء من خبريه علاقته مع المقص؟ اصل لك شعراتك شي مره؟ والله ما بقى ما ذاكر اذا على زغر، بس انه اشتغل فيه منيح على زغر لانه هو مره يعني كما شفته الوالده الله يرحمها عم بقص شعراته، هو لقط مقص ونازل بشعراته. هلا خبريه قص الشعر هيدي كانت مرافقته صغير يعني. ما بعرف اذا شي مره اشتغل فيه يعني، بس ممكن يكون صار. سلمان اذا بدك تختار صفه واحده بعرف اني كثار بتحبها بلبنان انت ما عندك اياها، هو بيتميز فيها عنك، صفه وحده بس مش اكثر، شو هي؟ هيك لبنان يمكن او مش يمكن اكيد عنده طموح اكثر، انا حدا شوي هيك ليزي يعني، اذا بدك لبنان عنده طموح واشتغل عليه هيدا اللي وصله لهون يعني. ابدا قبل كنا نشتغل سوا، كنت انا بحكم انه اصغر ما كثير كنت معاشره بفتره. نعم. لما كان بدونكي كان عمري انا تقريبا شي 10 سنين، هو بال 15 16 كان بلش يفوت بعالم الموسيقى، بس من يعني راح وقتها بعدين بعمر 20 يمكن على رومانيا، وكنت بلشت عم اتفاجئ انه عم بيعمل شيء ما كنت ولا مره كنت عم فكر انه ممكن يعمله. وفاجأته انه وصل فيه للاخر، وبتمنى انه يكفي ويعني يكون دائما من نجاح لنجاح اكيد، وبنفتخر فيه اكيد كلنا بالبيت، بنفتخر بهذا الشيء اللي عمله اكيد. الله يخليكم لبعض سلمان، عائلة بيكبر لبنان فيها وبتكبروا القلب بهالألفة وبهالمحبة يلي قليل لنشهدها بعيال اليوم يلي كمان عم تشهد تفكك، بوقت انه انتم عم بتكونوا مثال لعائلة تحت الأضواء متماسكة بتدعم بعضها وعائلة ناجحة. الله خليكم لبعض، شكرا لمداخلتك الفنان سلمان بعلبك، أهلا وسهلا فيك. يا هلا حبيبي، يا أهلا وسهلا. هيدا سلمان ومعه، بدك تقول شيء تعلق؟ مفاجأة حلوة، لأنه أولاً بعرف إنه سلمان ما بحب أبداً يحكي على التي في أو ما بحب يطلع مقابلات أو، فتفاجأت فيه ويعني هيك مختلف شعور، بس تشوف خيك اللي هو صديقك عم يحكي عنك مش عم يحكي معك. احنا معودين نحكي بشكل صحيح. بشكل مباشر بالقصص، ف مزبوط ايام كثير بتاخر عليه، بس نكون ظاهرين شي مشوار.
بقول له جاي 8 بوصل 9 بتوصل مؤخر. رح نفوت على فاصل اخير من بعده مشاهدينا، اذا عندكم يعني لعب، روبويات، اشياء بدكم تفكفكون، برايز كذا، عنا عنوان شخص مندلكم عليه موجود معنا بالاستوديو. بريك اخير بحلقتنا ومتابع مع نجمنا مايسترو لبنان بعلبكي. تابع بالقسم الأخير حلقة مع بالي إنها تخلص بكل صراحة، حلقة ممتعة وحلقة هالقد فيها حضور كاريزماتيك مثل شخصيتك لبنان بعلبكي. متابعين بالأسرار، أنت مش بس حلاق شاطر ومش بس مايسترو شاطر مثل ما كلنا منعرف، كمان بالمطبخ شاطر. أوه إيه المطبخ، لا المطبخ شغلة كبيرة عندي أنا. شو أكتر شو أطيب أكلة بدك تعزمنا عليها؟ بتعرف تعملها؟ هلأ ذكرتني بالأكل وأنا بلشت جوع. ليك أنا بحب الأكل، بحب الأكل الإيطالي كتير، ومش بس هيك أنا بحب الناس اللي بيحكوا معي عن الأكل، يعني اللي عندهم هذا الشغف بيصيروا أصحابي فوراً، يعني بكون اول كومن غير الموسيقى ب كليكس. ولانه الاكل كله يعني الطبخ كله روح، تحضير الاكل لاشخاص لاصدقاء. كيف عم بحكي بشغف عن يعني اوريدي نحن جعانين وجعنا زياده. بمحبه عم يحكي عن الاكل. ايه تفضل. لانه بعتقد من اجمل ما يعني اجمل ما يمكن تقدمه لاصدقائك هو انه تحضر لهم اكل بايديك. شو أطيب أكلة هيك بتفتخر يعني بتدق لأصحابك تقلن أو لا ما بعرف لديت تبعك أو إنه بتحضرها هيك بمناسبات خاصة؟ إيه بس كون بمناسبات خاصة بعمل جيجو لأصدقائي. مؤخراً عزمت هيك مجموعة أصدقاء كانوا بعدهم بس عم يسمعوا عن إنه بطبخ بالخبرية، وبعتقد برهنت لهم إنه شغلتي انه معلم قد وقدود انه معلم حتى بالمطبخ. الجيجو اللي هو اللي بعمل فخد الغنم بحطه بالفرن 5-6 ساعات بضل يشتغل على البطيء وشغله، يعني ما رح نعطيهم الريسيبي تندوقه منك يعني ما فينا هلا. لبنان انه معقول انت وصغير سميه بتجيب لك لعب وبتجيب لك روبيات واخبار وانت بتقعد تفكفكهم لحتى تشوف شو في بقلبهم؟ بعد عندك هالحشريه لليوم انك هيك تفوت على التفاصيل بالقطع؟ كنت تجيبهم لسلمان، كنت انت وانا كنت فكفك له اياهم. ايه كنت لانه هو كان اصغر بالعمر، كنت بس تسافر تجيب مع العاب، بس هو تجيب له هاي السيارات اللي بتمشي على الكهرباء وكذا، وانا صير فكر انه كيف ممكن نستعمل القطع الموجوده بقلبها لانه نعمل قصص تانية، مروحه، طياره، شغله، حب اعرف شو في بقلب. انا مره شوف الميكانيزم تبعك كيف ممكن. انا مره فكيت التي في مثلا بالبيت، حلو، كانوا اهلي مش بالبيت، فكيته فرطته وقعدت ارجع ركبه. كان يجي من هيدا اللي له لمبه من ورا، عرفتها بغيروها. عم بحكي كان عمري بال 11 سنه يعني مش اكبر، هذا بمطلع التسعينات تقريبا. هلا فيني اقول انه بطل عندي هالشغف هيدا، كان عندي شغف بالالكترونيات، يعني اي شيء هيك شوي غريب جيبه فكفك له برغي وشوف شو في كيف راك بالقصص بقلبه. هلا فيني اقول انه بطل عندي فعليا هالشغف، يعني بطلت كثير هالقد تعطي اهتمام لهال ما بعرف ليه، مع انه قبل كنت يعني اللمبه فكها وفكفكها من جوا لاعرف كيف انه ليه بيطلع من النضاره، كيف مركبه وليه حشريه كانت. هلا كنت معروف انه عندي حشريه مطلقه. اليوم يعني حشريتك لوين اكثر؟ اتجاهها غير الموسيقى هيك هوايه؟ بعرف انه انت بتعمل رياضه، بتعمل بوكسينج، بتعمل سكي، بتحب كثير السفر، حشريتك لوين بتروح اكثر؟ اكثر فيني اقول حشريه فكريه، يعني حشريتي هي فهم هيدي الحياة، فهم هيدا الوقت، فهم شو جاي بعدين، شو كان في قبل. لحديت اليوم شو استنتجت هيك؟ شو الموتو تبعك لحديت اليوم؟ شو الفكرة يلي هيك بتقول الحياة علمتني شو؟ الصبر والالتزام بإحساسك، يعني بس يكون عندك إحساس باتجاه معين التزم فيه لأنه بيكون صح.
من بعد كل الصيفيه المتعبه يلي رح تكون فيها والشغل كله وانت بتحب السفر، وين الفاكيشن يلي بدك تهرب فيها هيك لإلك؟ جمعه، خمسة ايام، 10 ايام؟ صراحه جاي على بالي، جاي على بالي روح على شي شط بحر نظيف ويكون رمل بيضة، مش الرمل البيضة، الرمل البحر الابيض. ما بعرف وين، بس كثير جاي على بالي روح اقعد على بحر ما يكون في ولا اي صوت ولا اي، يعني مثل سانتوريني، مثل يا ريت يا ريت. بعد ما رحت بس كثير بسمع عنهم، يا ريت. You should go. ميكونوس، سانتوريني، ها ريكومنديشن. ميرسي على النصيحة. خلص هلا بس نخلص هلا اعطيني ريكومنديشن. في جورجيا كمان من الديستنيشنز الجديد يلي عم ياخذوا ضجة كبيرة، مع انه كمان مش كلها بحر يعني. احنا بنحكي تحت الهواء. اوكي. هذا الضوء غمز لنا، رح ننتقل للفقرة الأخيرة مع الصحافة لحتى نختم الحلقة. تفضل لبنان بعلمك. تفضل. بختم حلقتنا مثل دائما بيكون في حصة للصحافة بيطرحوا سؤالين او ثلاثة على ضيوفنا بختام الحلقة، والليلة ضيفتي الصحفية رنا نداف يلي دائما بتابعنا ومشكورة، وفي يعني بعرفها على التويت والريتويت. رنا مساء الخير. بوفاك سعيد. اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ الحمد لله ماشي الحال. اول شيء مشكورة على كل متابعتك لنا، ومشكورة كمان على هالقد رقيك بعالم الصحافة يلي بينشهد له كمان. أهلا وسهلا فيك. مرسي كتير شادي، مرسي كلك. هولي واجباتنا نحنا، يعني بالعكس بنضل مقصرين قد ما نعمل. بدي أقول أول شي بونسوار لإلك ومساء الخير لضيفك الكريم. مساء النور. بدي أقول له إنه نحنا كتير منشتاق نشوفه على الشاشة، وبحاجة لهيك إطلالات راقية على تلفزيوناتنا من وقت للتاني، فما بقى يطول الغيبة لا سانتوريني ولا ميكونوس. خليكم عنا، نحنا بحاجة لإلكم كتير كتير. تفضلوا الغزل، تفضلوا. مرسي، تسلمي. رنا بدي أقول لك يعني بيكفي إنه ضيفك حامل اسمين لبنان وبعلمك. يعني شموخ وعنفوان ومسؤولية أكثر من هيك ما بقى، يعني خلص خلص أنا ما بقى رح أحكي، رح أترك البرنامج. ألف الحمد لله على هالاسمين عن جد. أكيد هيدي نعمة وحملها بكل أمانة. على كل حال رنا تفضلي مباشرة إلى أول سؤال بتطرحيه على لبنان بعلبك. تفضلي. أنا يمكن ما بعرف إذا رح يكون سؤال شوي طويل أو عتب إذا بدك، من جيل معين أو عمر محدد من الشباب. مايسترو، انه انت بهيدي العسل الصغيره هيك شكلها كثير صغيره عم تقدر تعمل مضمون كبير وانتاجيه ضخمه، يعني بتقدر تضبط بحرفيه تقريبا اذا ماني غلطانه تقريبا شي 50 عازفه على المسرح. ف 80 90. علي علي علب. دوبليون. هذا المينيموم، هذا اذا كان عمل صغير. هذا المينيموم. نعم. فانا بدي اقول له انه هو بيقدر يعمل كتير أعمال سوبر راقية، مع مثلا أكيد على سبيل المثال للحصر بدنا نحكي مثلا نعطي إكزامبل ماجد الرومي، أكيد ما حفظ الألقاب، مارسيل خليفة، سمية بعلبكي، عمير عبير نهمة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. بس بذات الوقت المايسترو من كم سنة لورا إذا مش غلطانة بمهرجانات بيبلوس عمل حفلة بعنوان أوبرا هشك بشك. هشك بشك، صح صح. كانت حفلة جريئة جدا، إن كان من ناحية الأغاني أو الإطار العام، يعني خطوة أولى بهذا المجال. ففي كتير فرق بين هالمضمونين تبع الحفلات. سؤالي هو إنه أكيد مش رح أسأل وين بيلاقي حاله أكتر، لأنه بعتقد الجواب سوبر واضح، بس بدي أشوف إنه ما زال هالقد نجح بالاثنين، والحفلة ببيبلوس كانت سوبر يعني رائعة، وبعضهم العالم لهلأ بيحكوا فيها وبيطالبوا تقريبا مثلها، أنه ليه ما عدنا شفنا هالنوع من الحفلات يلي ممكن تضم جيل صغير أو عمر محدد شبابي أكتر؟ أكيد أنا أول شيء بشكرك لفتي نظر لهذا الموضوع، لأنه أنا بحب حي كل الأكيب اللي اشتغل بهشك بشك أو بالسيرك السياسي السنة الماضية ببيت الدين، اللي هن نفس فريق العمل. وأنا كتير بحب هيدا النوع من الأعمال، لأنه بيقرب الشغل اللي أنا عم بشتغله للناس يعني بأقصى الدرجات. إنه بهشك بشك تقدمت أغاني بسيطة قديمة الناس كلها بتعرفها، بجو كتير كان
هيك اذا بدك شعبي، ولكن بنفس الامر بنفس الوقت كان في اوركسترا ضخمه عم ترافق هذا العمل. يمكن بسبب انه انتاج هيك اعمال اوقات بكلف كثير ومش كل سنه يمكن مقدور عليها، بس انه اللي عم يصير بس اكيد اللي عم يصير تتكرر. اكيد اكيد، بس حتى اللي عم يصير مع بمسرحيه جورج خباز الا اذا هي يعني فيك تقول بنفس السياق انه عمل مسرحي كبير مع اوركسترا بيحاكي الناس، بيغني على النغم اللي بتحبه الناس، يعني بنفس الاتجاه فيك تقول، يمكن مختلفه النكهات لانه الاكيب اللي بيشتغل مختلف، بس انه هذا السبب. يمكن الانتاجيه ايام الانتاج بيكون مكلف سبب وعائق، لانه وقت اللي عم اشتغل مع في عندك بين مسرحيين وموسيقيين والى اخره حوالي 150 شخص، مش كل يوم بتلاقي حدا ينتج طبعاً لك هيك عمل. طبعا تفضلي رنا، سؤال اخير بتختمي معه تفضلي. يلا انا بس كمان المايسترو بدي اقول له انه هو بيعمل حفلات كثير برات لبنان، كثير من بيناتهم اكيد روسيا ورومانيا وغيرها، فالحضور ما بيقتصر بس على الكبار بالعمر، في نسبه استماع بالحفلات تبعه من الشباب، يعني بس عم بحكي اكيد برات لبنان. هذا الشيء بأسف انه مش موجود دائما عندنا بالشرق، فانا ما بعرف يعني بدنا نجرب نحن كصحافه واعلام معه هو معكم انتم، يعني على شو بدنا نضوي بالتحديد او شو مفروض نعمل كرمال نشد هالشباب بمجتمعنا، نوجههم اذا بدكم على هالنوع من الاغاني وهالنوع من الموسيقى الكلاسيكيه اللي كثير قليل اللي بيروحوا بيحضروا حفلات لها. انا بشكرك على هذه المبادره، بشكرك على هذه المبادرة وعلى هذا السؤال. ويمكن المرات القليلة اللي الإعلام بيبادر إنه يطرح خدماته بخدمة هذه الموسيقى، إذا بدك بالتحديد الموسيقى الكلاسيكية، بمجرد يعني بمجرد هلا أنا هون مع شادي عم نحكي عن الأوركسترات وعن الموسيقى بكل هذه أبعادها، بعتقد في كتير ناس صارت محمسة تيجي تحضر بالموسم الجاي للأوركسترا، ويعني الإضاءة على وجود أوركسترا بلبنان، وعلى فكرة يعني الحضور لحفلات الأوركسترا مجاني بلبنان. صحيح، وهيدا من الأشياء يعني اللي الشجاعية والحماسية، الأشياء اللي بتحمس أكثر للمشاركة. واحة رائعة، بتمنى إنه يضل الوضع على ما هو عليه، إنه هذه الأوركسترا تضل مدعومة من الدولة، وزارة الثقافة، وزارة المالية، يضلوا داعمين هذه الأوركسترا، لأنه عم تعمل تغيير حقيقي بكل مسيرة الثقافة بلبنان. نعم رنا نداف، شكرا لك، شكرا دائما لمتابعتك، على امل اللقاء القريب، شكرا لك. انا شادي بدي اشكرك واشكر ضيفك على المقابله الحلوه، واسمح لي بعد مره ارجع اعيد وكرر انه مقابله راقيه بامتياز. ما بدي انسى اكيد الجندي المجهول خالد المولى كمان، يعطيكم الف عافيه. بدي اقول لك شادي، لك بالتحديد يعطيك العافيه دوب، يعني بالمونديال يخذ العين عنك مهديك مهديك، كيف ما ابره هالتي في لك عم تنطنط من محل لمحل. شكرا شكرا لك رنا من كل قلبي، واكيد تحيه بتوصل لخالد ولكل طاقم العمل. شكرا لك صحفيه رنا نداف، ومع رنا كمان بوجه تحيه لمخرج البرنامج جورج حداد يلي تعب بكل فتره المونديال، واليوم مع كل مرضه كان عنده اصرار انه نصور ويبقى. ثانك يو جورج. وصلنا لختام حلقتنا للاسف، وعن جد للاسف قطع الوقت بسرعه، الوقت كثير بسرعه. انا بدي اتمنى لك كل التوفيق بكل الخطوات اللي بتعملهم على الصعيد العملي، لانه نيالنا بنكون عم نتمنى الخير لنا وللبنان، وعلى الصعيد الشخصي كمان موفق بكل قراراتك بكل شغله بتطمح انك تحققها. شكرا لبنان بعلبكي. انا بتشكركم، بتشكر تلفزيون لبنان اللي انا يعني اغلبيه الوقت او بكون عم بسمع موسيقى حلوه عشيه عليه، او بكون عم بحضر من الافلام القديمه الجميله، تبعت المونديال كله على تلفزيون لبنان. بتشكرك على كل هاي اللحظات الحلوه اللي قطعت، لحظات اللي خليتني افكر بعمق ببعض الاجوبه، واللحظات اللي خليتني هيك يكون عندي حنين وشجن. بتشكرك انه خليت خيي سلمان يطلع يحكي على الهواء، وهذا الشيء كان انا استصعب يعني
كانت صعبة علي هذه المهمة بأكثر من مرة، طلبت منه ويقول لي بليز اعفيني من هالموضوع. وبتشكرك فضحت بعض الاسرار اسرار عني. انا ما قلت شيء، انت قلتهم بكل راحه، انا بس امنت لك الجو المريح. حتى كبعد في احكي اشياء ثانيه بس ما فتحت امي. منيح، خيرا فعلت. على كل حال شكرا شكرا لوجودك معنا مايسترو لبنان بعلبكي. بنتمنى لك النجاح دائما مثل دائما. هون ما في كمان الا ما اشكر كمان على تعاوننا لتحضير هالحلقه، ان كان فنانه سميه بعلبكي، كمان سلمان بعلبكي خيك بالتنسيق مع باتريسيا سماحة زيتون العمود الاساسي بهالبرنامج، واكيد ربا بعلبكي كمان اختك، نوجه لك كل تحيه. شكرا لك لبنان بعلبكي. الختام لك، تكتب لنا كلمه تبقى بسجلنا الذهبي، كلام ذهب منك. شكرا لك. مشاهدينا اللقاء بيتجدد دائما مع سهرة عمر جديدة. إلى اللقاء.